بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الربع، بما يقال بأن المقطع الأخير اللي طلع اللي يقول اكتشف أن فيه عنوز بأفغانستان، هذا توه يدريبه، هذه السالفة من مبطي وقديم، وهذا هذه قصيدة اسمها بنت الهرام. أتمنى من جميع عنزي أنه يسمعها. يقول: لسارة والولام ما هم خفيين مثل مزون الرعدة، كرز مرزام غيره يجيم بساحة الدار عامين، ينزل ويرحل ما درت فيها الأريام، من غرس خيبر لين يثرب مزيمين، للغازلي في زرنة الترك والشام، من حد فارس لين حور الرسيم، في هالنقا يشمخ على روس الأكام، أكبر مساحة من فرنسا لبرلين، ترعى حياها كل وضحة ومجهام، سهدوبها الولان عليهم للموت جسرين. يوم يقول من حد فارس لين حور الرسيم، فارس هذه بلاد فارس كلها اللي هي طال عمرك إيران وأفغانستان وباكستان وكازاخستان وحوران، كلها هذه ديار فارس. وتحياتي للجميع، أخوكم خالد بن تركي المطرفي.